خلوا الكاميرات على جهه والميكروفونات على جهه ثانيه احسن. يعملي معروف فتو بدك تخلي اعصابك شوي بس انت ولا تعتمد اوكي معليك تطلع فينا بس شوي عمهلك نازله عمهلك تيغ. يعني بهالمناسبه اكيد بعد ما حيي اكيد وزاره الداخليه وكل الاجهزه الامنيه بدي حيي الاعلام كله سوا. اكيد الاعلام الرسمي تبعنا له اولويه خاصه بقلبي مثل ما بتعرفوا كلكم، انما عن جد الاعلام عم بيقوم باحسن دور وبمسؤوليه وعم ينقل الصوره مثل ما هي. معليك طب وين دورنا اليوم بالتصويت والانتخاب والتاثير خاصه بعد حرصك على هالموضوع؟ انا غردت هلا انه رح اعمل كل شيء وكل جهدي لكل الصحفيين والمصورين اللي بيشتغلوا بالقطاع الاعلامي انه يصير يحق لهم يصوتوا مع الموظفين. هلا يعني عم نحكي بعد 4 سنوات؟ لا لا هلا ما في، لانه انا بالحقيقه حاولت وهيدا كان بيستدعي انه يكون عندنا قانون ونعدل قانون الانتخاب، وكان كان كان الوضع مؤخر لانه انا جيت. معك حضرتك عم تنتخب اليوم بصغارتك، كيف الاجواء الانتخابيه؟ انا شايف الاجواء كثير منيحه، خلافا لما كل الناس بتقول دائما وقت ما نجيب سيره صغارتها انه انتبهوا، بالعكس انا بشوف صغارتها كثير ديمقراطيه، كل عمرها ديمقراطيه. السنوات الاخيره كلها سوا ما شفنا ولا مشكل، عندنا كل الاحزاب هون موجودين مع بعضهم، عندنا مجتمع مدني، عندنا عائلات، عندنا كل شيء، وهذا الشيء عن جد بيشوف النفس. معليك يعني اليوم من حريه التعبير والراي هو وحقنا كمان كشعب ننتخب، اليوم في كثير من الناس بدها تقاطع هيدي العمليه وهيدا الحق، شو بتقول لهم بهالمناسبه؟ هلا المقاطعه هو حق بس هو بيضر بالحقيقه. أنا بدعي كل الناخبين وكل اللبنانيين إنه عن جد يدلوا بصوتهم بصناديق الاقتراع، لأنه إذا ما عملوا هيك بعد 4 سنين ما قالوا حق يقولوا مين إجا ومين حكمنا ومين من دار البلد ومين ما دار البلد، بالعكس تماما. وقديش مهم اليوم دور الإعلام يعني بالتغطية الموضوعية بهيدا الموضوع وبنقل الصورة مثل ما هي؟ دور الإعلام هو أساس، يعني تخيلوا ما حدا بيتخيل يكون في انتخابات بلا إعلام يعني. وانا دائما كنت صار لي شهرين بقول انه نحن لازم ننقل بموضوعيه، دائما بموضوعيه وبمسؤوليه، نضوي على القصص الايجابيه. هلا اكيد بالانتخابات دائما بيكون في احداث سلبيه، بيكون في اذى، بيكون في دورنا اليوم يعني ما اكلتيها اكل لا عم نمزح بس الوقت بعتذر لا عم نمزح. اليوم معليك دورنا اليوم كاعلام اللي المفروض احنا ناثر وننتخب ونقترع، ليه اليوم نحن مش موجودين بالانتخابات النيابيه لنقترع؟ انت ما سمعتي هلا انا هلا غردت وقلت انه انتخابات الجايه انا بوعد مع العلم انه ما راح يكون عندنا وقت كثير، بس انا راح احط على السكه هيدا الموضوع نضيفه على قانون الاقتراع الانتخاب. بالحقيقه انا اليوم بكفي 60 يوم بوزارتي ليه ما كفي يعني ما لحقنا. هي العمليه ما لها علاقه بقرار، هي بدها تعديل قانون، بس حاولنا وكان الجواب واضح وحكينا للأسف يعني مع العلم. هلا أنا يعني عم شوف إنه عن جد عم تتعذبوا كتير ويمكن تتعذبوا مثلكم مثل الموظفين إذا مش أكتر كمان. يعني ما في استثناء رح يصير هلا اليوم خلص ما خلصت الانتخابات كيف رح يصير تمثيل؟ لا هلا أصلا ما بقى في انتخابات هلا. كيف بتوصف الأجواء اليوم باختصار بصغرتها؟ أنا بشوف الأجواء كتير ديمقراطية بصغرتها وكتير منيحة، وأنا كتير مبسوط وكتير مسرور، وهيدي الصورة اللي منحب ننقلها لكل البلد للبنان. نحن ناس ديمقراطيين وسياسيين ديمقراطيين، والناس كلها سوا واعية مع بعضها وكل الناس قاعدة حد بعضها، ونتمنى النجاح يلي بيستاهل ينجح. معليك كمان بليز بدي أقول شغلة كتير مهمة الليلة، بليز كلكم شوفوا تلفزيون لبنان لانه عاملين شيء جديد للغه الاشاره رح تشوفوها لاول مره عم بتصير، وهذا هي اللي بدي اسالك عنه. يعني من بعد مراكز الاقتراع ما في سهوله وما متاحه للجميع، مزبوط، في كثير صعوبات يعني هالاشخاص كمان هن جزء من هالمجتمع. صحيح صحيح الاحتياجات الخاصه. ايه طبعا لا بعرف هالشيء، عملنا اجتماع من اسبوع بهذا الخصوص، وعملنا مضيت انا على مدونه تفاهم، بس في قصص طبعا ما بينعمل كل شيء بيوم ولا بينعمل كل شيء بشهرين، القصص بدها وقت. نحن بالفتره الصغيره المتبقيه عم نحط على السكه كل هول المشاريع. اما بما يخص الفروقات يعني فرق الصمت الانتخابي، هل هذا الشيء برايك بياثر بتقدر وزاره الاعلام تتابعه؟ هذا شيء من اختصاص
اختصاص هيئه الاشراف على الانتخابات. هلا بطبيعه الحال كل شيء موثق وكل شيء مصور. انا معقد كثير القانون، معقد كثير 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 القانون، يعني حتى عشوائيات ما فينا نعمل شيء. بعرف قانون معقد، انما القانون هيك بدنا نتعاطى معه. كنت عم بحكي مع الرئيس نديم عبد الملك، طبعا هلا حكيت معه وعم تابع بكل البلد شو عم بيصير. عنده كثير 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 مخالفات. هلا على هيئه الاشراف هي رح تتعاطى مع هالشيء. وكمان برجع بقول على المرشحين بكره الراسمين انه يقدموا طعون وياخذوا كل هالوسائق وسائل الاعلام اليوم، يعني دوركم انتم كوزاره تكونوا عم تحمونا طبعا هذا الموضوع تحديدا. طبعا منك محميه هون اول شيء. لا معلك. لا اكيد اكيد تعمل هالنشاط والحيويه لوزاره الاعلام، يعني اذا بقيت اكثر شو بتوعد؟ يلا انطروا وشوفوا. انطروا وشوفوا. يلا الله يقويكم، الله يقويكم الجميع. يلا ميرسي على كل شيء.